1886 عندما اخترع كارل بنز أول محرك موتور فاجن. في عام 1960 استحوذت مرسيدس بنز على مناخ، مما سمح لها بمواصلة إرثها المتمثل في ابتكار سيارات. في عام 1967 قام مهندسان سابقان لمرسيدس بنز وهما هانز فيرنر أوفريخت وإيرهارد ميلشر بتأسيس AMG، عدوا إلى عام 1979 حيث تم تطويرها في الأصل كمركبة عسكرية، وتتحولت إلى سيارة دفع رباعي فاخرة بقدرات لا مثيل لها على الطرق الوعرة. فهي أكثر من مجرد علامات تجارية، فهي رمز للتميز وتمثيل لشغف مشترك لخلق تجربة قيادة مثالية.